السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديده في القناه شيما شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على لا غام ديال كريم نيفيا اللي خاصه بتجاعيد كوديس باور اللي معروفه ودارت ضجه بزاف كيهضروا عليها وكنهضروا عليها دي بروموسيون اللي هما زوينين. قبل البنات ما نبداو الاشتراك في القناه، ما تنساوش قبل البنات ما نبداو نهضروا في الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب الا عجبتكم بطبيعه الحال الفيديو، وما تنساوش تخليونا التعليق ديالكم الا جربتوا لا غام ولا عندكم تساؤلات. ما تبخلوش علينا بالاسئله ديالكم. اذا هاد لا غام هذه كيجيو فيها جوج كريمات، واحده في اللون الازرق والاخرى في اللون الابيض، يمكن لكم تسكرينيوها. هنايا هادو ديال الانتيغي ديال يعني مضاد للتجاعيد، كيجي فيها الزرق كما قلت لكم، هو ديال الليل سوان دو نوي، ودي هذا ديال النهار كيكون في اللون الابيض. كريم نيفيا معروف، لا غام نيفيا معروفه، ماركه اللي هي معروفه في الترطيب، رائعه لا يعلى عليها في كوتي ترطيب، ولكن انا خديت هذه لاغام هذه كذلك من اجل التجاعيد، لان ملي كتوصلي 25 عام الفوق خص ضروري تاخدي انغام اللي تكون ديال مضاد التجاعيد باش ما يظهروش لنا تجاعيد، يعني ماشي حتى يولوا فيك تجاعيد عاد تبداي ديري لك كريم. داك الساعه لك كريم ما عنده ما ينفعوك، خاص ضروري تدخل طبي. دونك انا هاد لاغام هذه لقيتها بروموسيون في بيم وخديتها، زوينه كوتي ترطيب، كاين ترطيب، كتحسي بلا بو ديالك ديال لي بيبي رطيبه. ملي كتبغي ديري شي ماكياج كتلقاي لا بو ديالك جاهزه، يعني ما كتعانيش معها كوتي ترطيب، ولا بو كتكون تتقشر سورتو الناس اللي عندهم لا بو سيش، مع الاسف كيظهروا لهم تجاعيد دغيا دغيا عكس البشره الدهنية، ما كيداروش لا تجاعيد بزاف ولا ما تظهروش بكري، يعني كيظهروا من بعد ماشي بحال لابو الجافه. البشره الجافه كيظهروا فيها تجاعيد دغيا دغيا، لذلك تنصح اي وحده عندها البشره الجافه واللي توصل ل 25 عام الفوق خصها ضروري تقلب على انغام اللي تكون ديال تجاعيد وتكون كترطب. انا كنصحكم بزاف بهذه ديال نيفيا، هذه ديال الليل ما فيهاش الاس بي اف، هانتوما كما كتشوفوا ديال الليل كنت شريتها ديال الليل، هانتوما كما كتشوفوا قربت نساليها كوتي ترطيب رائع، كتخلي واحد لفي بحال الماء بحال انجيل، يعني ما تمشي داك الكوتي ماشي بحال دوك لي كريم اللي تيكونوا مزيتين، يعني دغيا كتشربها لابو، ماشي داك لي كريم اللي تيكونوا مزيتين ما كطيقيهمش وما كتقدريش ديريهم كاع في لابو ديالك، هذه تدخل دغيا دغيا سو فورم بحال اون جيل، مي كديريها في لابو كتولي بحال اون جيل رطيبه، الريحه ديالها ماشي مجهده زوينه، ريحه كتبقى في لابو زوينه، وكتبقى لابو مغذيه، يعني مغذيه للبشره. بلا ما نهضر لكم على نيفيا معروفه كوتي ترطيب، ما عندي ما نقول كوتي ترطيب رائعه للبشره ديال الوجه، كنديرها حتى في العنق ديالي زوينه. كنصحكم بزاف بهاد لاغام هادي، خطيره 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 للبنات للترطيب وكذلك للتجاعيد باش ما يظهروش فيكم، كذلك اللي عندهم التجاعيد قلالين يمكن لهم يبداو يستعملوها، راه مزيانه كذلك. فيها 50 مليلتر كما كتشوفوا، 50 مليلتر وصنع الماني، يعني ما عندكمناش تخافوا. بالنسبه لهذا البيض هذا ديال النهار سوان دو جوغ، فيه الاس بي اف، ولكن الا كان الجو مشمس ما ننصحكمش انكم تخرجوا به غير هو بوحدو، ضروري ديروا واقي الشمسي ديالكم، لان 15 ما كافياش، من غير الا كنتو في الدار يمكن لكم ديروه غير هو بوحديتو في الدار، الا كانت شي بلاصه مظلله ديروه ماشي مشكل. حتى هو من نفس لاغام كوديس، هاد الكوديس هذا معروفه ديال التجاعيد، كتلقاوها في نيفيا، كتلقاوها بزاف ديال لي غام بيوديرما، في السيان لا مارك سيان حتى هي كدايرين هاد لاغام ديال كوديس، اللي فيما تشوفوا كوديس هاد كوديس هاد العلامه هادي، يعني عرفوها ديال مضاد للتجاعيد، كيجي في اللون الابيض بحال هكا، والريحه ديالو ماشي نفس الريحه ديال هاد الزرقاء،
ماشي بحال الزرقاء، ماشي نفس الريحة، هذا الريحة خفف من هذا. وكنديرو قبل ماكياج البنات كوم باز رائعة رائعة رائعة، ما كتبقاش داك ليفي مزيت. سمحوا لي مبغاتش تفتح، ماشي داك ليفي مزيت كما قلت لكم، هاد لاغام هادي ماشي داك ليفي مزيت، وكتبقى لابو مرطيبه وكيحميها لك من الفون دو طان الا كنتي كديري الفون دو طان. ها انتما البنات، هادي باقا بهذا ديالها. ها انتما البنات، استعملت فيها شويه صراحه ديال الجوغ، ما كنديرهاش بزاف، اللي كندير بزاف هي هادي جوغ، يلا كانت تكون كيكون كيبغي يخرج بالزربه ايتو، ما كيقدرش ما كيديرهاش، كنديرها من غير اللي كنبغي ندير المكياج ديالي، لان هاد الايام راكم كتعرفوا ما كنخرجوش بزاف. كنديرها ملي كنبغي ندير المكياج ديالي كوم باز، ولكن ملي كان بعض المرات كتكون راسقه ليا كنديرها حتى في الدار. رائعه البنات هاد لاكام هادي، سورتو في هاد الفصل ديال الشتاء، عرفت بلي بزاف البنات غادي يكونوا كيقلبوا على شي كريم مرطب للبشره. داكشي علاش قلت غادي نصور البنات هاد لاكام هادي اللي كنستعملها حاليا، وانا فرحانه بها بزاف. بالنسبه للمرجان راه كيتباعوا ب 112 درهم، تمنيرهم طالع شويه، راكم عارفين الكريمات ديال التجاعيد مضاد التجاعيد، ولكن في بيم الناس اللي عندهم بيم في المدينه ديالهم يتسناو، راه ديما كيديروهم اون بروموسيون 65 درهم، كيجيبوهم بجوج بيهم ب 65 درهم. خدوهم من بيم الاحسن، رائعين البنات، بجوج 50 مليلتر 50 مليلتر، وكيديو مده طويله. يعني انا بديت كنستعملهم من الصيف ودابا باقين ليا كما كتشوفوا. دونك البنات اللي جربت هاد لاكام هادي ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم، فهم رائعين البنات التجاعيد، بزاف الناس اللي جربوهم التجاعيد وعجبوهم. كذلك كوتي ترطيب بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يحميو التجاعيد باش ما يظهروش ليهم، ديروهم كتحسو بترطيب رائع، يعني ما عندكم ماش تخسرو. بغيتي تاخدي كريم مرطب خدي هاد لاكام هادي، زوينه بزاف. دونك البنات كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله فيديو اخر، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب، وبارطاجيو لا فيديو اونتر صحاباتكم باش هكا يستافدوا، كوم سا يستافدوا من هاد لا فيديو هادي ويستعملوا هاد لاكام هادي، راه خطيره 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 البنات. كوتي ترطيب راه ما عندي ما نقول، وكذلك باش نحميو لابو ديالنا من التجاعيد المبكره اللي كيظهروا في سن مبكر. راكم عارفين دابا مع الصهير وبنادم ما كيشربش الماء مزيان، ما كنشربوش الماء بزاف، وما كناكلوش هكا الفواكه بزاف، راكم عارفين دابا الاكل اللي كاين دابا ماشي 100% صحي. دونك خصنا ضروري نديرو اون غام اللي تكون مضاده للتجاعيد باش هكا نحميو لابو ديالنا من التجاعيد اللي كيظهروا بالسن المبكر. فوالا البنات، احنا وصلنا لفان الفيديو، كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامه، باي باي.